السلام عليكم عن الطلاب، كيف الحال؟ إن شاء الله تمام، يا رب تكونوا على خير. أهلا وسهلا بكم بسيستم جديد ألا وهو الرينال سيستم. من أهم السيستمات صراحة بالفيزيولوجي، واللي هي فيرملي ريليتد بسنوات الكلينيكال، كلش لها علاقة حتى ما بعد التخرج. فمنو بينا ما سامع عن مشاكل الكلية اللي هي الكيدني ستونز، حصى الكلية، رينال فيلر، الفشل الكلوي، مشاكل الكلية، أمراض الكلية، رينال ديزيز وإلى آخره. فهو كلش يعني ماست كمون بمجتمعنا، وكل إحنا يعني سامعين بأمراض الكلية. إن شاء الله نحاول نركز بهذا السيستم على كل الديتيلز، كل الكلينيكال كيس، كل الأشياء اللي ممكن إنه تأديها الكلية، كل المشاكل اللي ممكن أن تتعرض لها. فراح أكون وياكم بتقديم سيستمات الفيزيولوجي. أنا عبد الخالق عقيل، interested in explanation of the neuroscience and basic science. Neuroscience I mean neuroanatomy, neurophysiology. Basic science I mean anatomy and physiology. فأهلا وسهلا بكم. بلش بداية بالرينال سيستم. خلينا ناخذ فد overview، فد anatomy عن الرينال، انه احنا we have two kidney located on each side of the abdomen. Okay. عندنا two kidney، هذه located on each side of the kidney، وهذه الكيدني طبعا راح تكون retroperitoneum. خلينا نراجع شويه anatomy. شنو يعني retroperitoneum؟ غشاء الغلاف البريتونيوم اللي كان يغلف البطن، okay، والاحشاء، واللي يتكون من parietal layer وvisceral layer. هذه اقصد بها retroperitoneum، يعني راح تكون fixed، مثبته بالposterior wall of the abdomen، يعني بجدران بالعضلات مال posterior wall of the abdomen، مثبته بالجدران، لازقه بالجدران، اوكي؟ يعني البارايتال layer اللي تغلف الجدران، اوكي؟ هنا ما راح تغلف، ليش؟ لانه هي لازقه بالجدار. فتجي البارايتال layer اللي لازقه بالجدار، تجي تلقى الكيدني لازقه بالposterior wall of the abdomen، فبالتالي تعبرها وتغلفها من القدام. فهي البارايتال layer راح تكون covered للكيدني، وايضا لليوريتر اللي راح يطلع من عندها، واضح؟ فهذا اقصد به بالريترو peritoneum، يعني ما وراء البريتونيوم، واضح؟ بداية هنا عندنا راح تكون البيزك فانكشن، الوظيفة الرئيسية أو للكدني هي تكوين اليورين، تكوين البول، هذا الشيء احنا نعرفه زين، والتخلص من الانوانتد ماتيريال، المواد اللي احنا ما نريدها زين. وهسه راح نتعرف عليهم كلهم بالتفصيل، شنو الانوانتد ماتيريال، شنو الوظائف مال الكلية بالتفصيل. فهنا راح يتكون عندنا اليورين، بعد ما يتكون اليورين راح يصير له اكسكرود ثرو ذا يوريتر، ثرو ذا يوريتر عن طريق الحالب، ومن بعدها راح يروح لليورينري بلادر للمثانة البولية، بعدها يخرج بسنجل تيوب اللي هو اليوريثرا، سنجل تيوب اللي هو اليوريثرا، وينطرد الى الخارج، واضح؟ فخلينا نجي نشوف يعني في الاوفر فيو، انه رينال سيستم كونسيست تو كيدني، سنجل ميد لاين يورينري بلادر، تو يوريتر يطلع ارايز فروم ايتش كيدني، ويتش كاري ذا يورين، راح ياخذ هذا البول طبعا from the kidney to the urinary bladder and single urethra which carries the urine from the bladder to the outside of the body. The kidney راح تكون لك طبعا المين purification system، يعني هو نظام التنقية الأساسي والرئيسي بالجسم مالتنا. شلون هو نظام التنقية الرئيسي؟ من خلال عمليات أو الوظائف اللي تأديها الكلية. شو تأدي الكلية؟ الكلية تأدي وظائف الإكسكريشن، السكريشن، والبالانس، الموازنة، اوكي؟ اذا اكسكريشن، سكريشن، وايضا البالانس، المينتين، واضح؟ شلون تصير عملية السكريشن والاكسكريشن؟ مثلا عمليات الاكسكريشن الطرد، احنا اليورين البول زين، لما يصير عندنا مثلا تراكم للسوائل بالجسم، يعني زيادة بالبادي فلويد فوليوم، زيادة بحجم السوائل بالجسم مالتنا، فهنا الكيدني ايش راح تسوي؟ تلجأ إلى أن تسوي اكسكريشن لليورين، تطلع أكبر قدر ممكن من اليورين زين، من البول، وبالتالي حتى تخلي السوائل بالجسم في حالة بالانس، في حالة توازن، واضح؟ فتطلع أكبر كمية ممكنة من السوائل. زين، السكريشن، الإفرازات، الكيدني لها العديد من الإفرازات. مثلا افراز الهرمونات، اوكي، اللي هنا الاريثروبويتين والرنين والبروستاجلاندين
والعديد من الهرمونات، واضح، مثل ال 1 الفا هيدروكسي كوليكالسيفيرول، اوكي، هذا ايضا اللي راح يشارك بتكوين الفيتامين. فهذه هي وظيفه السكريشن، السكريشن، وهذه السكريشن طبعا كل هرمون ينفرز راح ياثر على تارجت اورجن معين، وبالتالي راح يسوي لنا ايضا الهدف كله انه يسوي لنا بالانس، يسوي لنا بالانس الاكسكريشن، الهدف مالته انه يسوي لنا ايضا بالانس، واضح؟ زين، فهذا البالانس احبابي، هذه وظيفه البالانس كلها نختصرها بكلمه الهوميوستاسيس. الهوميوستاسيس هسه نعرفها، هوميو يعني مسكن، ستاسيس يعني حاله توازن، واضح؟ وهذه وين موجوده حاله التوازن؟ بالاكسترا سيلولر فلويد، بالاكسترا سيلولر فلويد هسه نعرفها. They control the kidney composition of the body fluid by removing the waste product and conserving the useful substance. تحافظ على المواد اللي احنا نريدها وتطرد removing تزيل ال waste product المواد اللي احنا ما نريدها. The kidney are the major excretory organ among other excretory organ of the body مثل the skin, the liver, the lung, intestine. كل هذني ال skin الجلد ايضا يخرج سوائل يعني من خلال السواتينج التعرق والسواتينج جلاند اللي موجوده بالسكين فايضا يخرج سوائل. الليفر ايضا تطرد التوكسنز المواد السميه. زين، اللانجز شو تسوي؟ تطلع السي او 2، تسوي عمليه الاكسشينج. وبالتالي كل هذه الاورجن السكين والليفر واللانجز والانتستين هذه كلها ايضا وظيفتها لها وظائف اكسكريتوري، وظائف افرازيه او اخراجيه، طرد تطرد. زين، ولكن الاورجن الاكثر شيوعا بوظيفه الاكسكريتوري احبابي اللي هو الكدني. شرح بسيط عن الكدني، خلينا نشوف الانترنال ستراكشر. الانترنال ستراكشر اوف ذا كدني، لو ناخذ اللونجيتيودنال سكشن يعني مقطع بالطول، زين، ونجي نباوع كجروس اناتومي كتشريح اجمالي، هنا شنو اللي راح نشوف؟ راح نشوف انه المنطقه السوبرفيشال اريا راح نسميها كورتكس، كورتكس المنطقه اللي جوا منها نسميها مدله. على يا اساس عندنا قاعده بالهيستولوجي تقول انه اي ستراكشر تجي تاخذ له لونجيتيودنال سكشن وتجي تشوف انه المنطقه اللي فوق تكون مختلفه عن المنطقه اللي جوا، فالمنطقه اللي فوق تسميها كورتكس، المنطقه اللي جوا من عندها تسميها مدله، واضح؟ فكورتكس هي القشره المدله اللي هي اللوب راح نسميها، واضح؟ زين، هنا احفظ وياي انه الكورتكس راح يكون ريتش بلاد سبلاي، ريتش بلاد سبلاي، هذه الافرنت والافرنت ارتري ات ويل بروجكت راح يدز برانشات يسموها سيجمنتال ارتري، هذا السيجمنتال ارتري او اللوبيولار ارتري راح ينطينا برانشات، هذه برانشات ات ويل بروجكت راح تشع وتروح للكورتكس تغذي منطقه الكورتكس، اذا هو ريتش بلاد سبلاي وعليه راح يكون جرانيولار، راح تكون جرانيولار يعني راح تكون محببه هذه المنطقه. زين، فبالتالي تكون شنو؟ تكون غامقه، هذا اللي احنا نريد نعرفه عن الكورتكس. وهنا بهذه الصوره ما واضح، فاحنا شوي شوي نفتهم كل الاستراكشرات، لا تستعجل. بعد نجري جوا نلقى بالمدلة انه اول شيء راح نشوف الرينال بيراميد. This is the renal pyramid. الرينال بيراميد هي راح تكون ستريتد، مخططه. ليش؟ على اي اساس هذا التخطيط؟ نقول do it contain the nephron. Do it contain the nephron. النفرون يتكون من مجموعه من الانابيب التيوبات، يعني مثلا بي بروكسيمال convoluting tubule, loop of the Henle, بعد distal convoluted tubule وبالcollecting tubule. فهي شيء احبابي، واضح؟ اخر شيء collecting duct، هذه كلها تيوبات تيوبات تيوبات، هذه موجوده بالرينال بيراميد. بالرينال بيراميد وعليه راح تسوي لنا امبرجن، طمغه يعني، وتصنع لنا هذا التخطط، هذا الستريتد لاين، واضح؟ زين، بعد ايش راح نشوف؟ قلنا بالرينال الرينال بيراميد، this is the renal pyramid، راح نشوف النفرون. النفرون هو يعتبر فت كليه مصغره، هو من اهم الستركتشرات اللي موجوده بالكدني، واضح؟ واحنا اغلب شيء دراستنا راح تكون عن النفرون، فالنفرون يعتبر basic function and structure in the kidney responsible for formation of the urine. هذا ام سي كيو حي على الصلاه، يجيك باول كويز انه شنو basic function structure in the kidney. اوكي، فالجواب مالتك راح يكون النفرون. شنو اللي يكون اليورين؟ تقول لي النفرون، نفرون يعني الكبيبه، واضح؟ هذا بارت من عنده، بارت من النفرون راح يكون بالكورتكس، وبارت من عنده راح يكون وين؟ بالمدولا، بالمدولا برينال بيراميد، واضح؟ هنا بهذه الصوره مو دقيقه، فشويه شويه قلت لك نبدي نفتهم، هسه بس ناخذ نظره عامه.
فاني حتى نحفظ النفرون البيزك مالته الفانكشن مالته، فاني دائما احفظها لطلابي انه على شكل الاغنيه انه البيزك فانكشنال يونت للكيدني هي النفرون ريسبونسبل فور فورميشن اوف يورين. اذا هي البيزك فانكشنال يونت، اوكي، الوحده الوظيفيه والبنائيه والتركيبيه بالكيدني هي النفرون responsible مسؤوله for formation تكوين اليورين. اليورين اللي هو البول، زين، تكون عندي اليورين، بعدها وين راح يروح؟ راح يروح للبابيلا. This is the papilla. Papilla يعني حلمه، اوكي، حلمه. هذه البابيلا راح تدفع اليورين المن للماينر كالكس. كالكس يعني كأس، كالكس بالعربي يعني كأس، اوكي، فماينر كالكس يعني الكأس الصغير، اوكي. بعدها النوب راح تدفعها للميجر كالكس. After the minor calyx it will extrude to the major calyx, to the major calyx. الميجر كالكس بعد ما تجمعت هنا مال ثلاث three pyramid three renal pyramids، زين، جمع هنا اليورين، بعد ما تجمع اليورين هنا it will extrude to the renal pelvis. This is the renal pelvis, renal pelvis, renal pelvis. بعد الرينال بيلفيس it will extrude through the ureter، بعدها راح تنطرد عن طريق اليوريتر، ومن اليوريتر راح يروح لليورينري بلادر اللي هي المخزن of the urine، بعدها راح يروح عن طريق اليوريثرا يطلع outside of the body. واضح؟ الكيدني راح اكيد تتغلف بكبسوله، اوكي، يسموها الكبسول of the kidney او renal capsule. واضح؟ عندك ايضا رينال بيراميد وتكون سيتريتد بانها تحوي على النفرون. النفرون هو البيزك فانكشن اند ستراكشر ان ذا كيدني ريسبونسبل فور فورميشن اوف ذا يورين. عندك رينال مادولا، ذيس از ذا رينال مادولا، هذه منطقه المادولا كنا نسميها رينال مادولا. بعد ايش عندك؟ رينال بيلفيس اللي راح يجمع البول الكولكتنج اوف ذا يورين، زين، من الميجر كالكس، من الايتش ميجر كالكس، بعد هنا راح يتجمع بالرينال بيلفيس. الرينال كورتكس، ذيس از ذا رينال كورتكس، القشره الخارجيه ريتش بلاد سبلاي، تكون جرانيولر محببه. هذه كل التفاصيل اللي اريدك تعرفها عن الكيدني. فخلينا نجي نشوف هنا ايش مكتوب. انترنال ستراكشر اوف ذا كيدني، ذير ار تو ديستينجويشد لايرز انسايد ذا لونجيتودينال سكشن اوف ذا كيدني. اول شيء الاوتر لاير نسميها الكورتكس، الانر لاير نسميها مدولا. المدولا راح تتكون من سيريس اوف كون شيب، اوكي، اللي سميناها البيراميدز. هذه البيراميدز which project to the minor calyx، راح البيراميدز راح تروح تكون اليورين، زين، بواسطه النفرون لانها تحوي على النفرون، فراح يكون اليورين. وين يكونه؟ يكونه بالبيراميد، بعدها راح بروجكت، راح تشع تبرز للماينر كالكس، بعد قبلها البابلة، بعد البابلة الماينر كالكس، من الماينر كالكس into the major calyx، بعدها للرينال بيلفيس، من الرينال بيلفيس lead to the ureter، from the ureter it drains into the bladder. After the bladder it will excrete outside of the body through the urethra. Through the urethra. بعد ما تكلمنا الاناتومي about the kidney، خلينا نشوف الفانكشن of the kidney. هسه فيزيولوجي. أنا أعرف أنه حضرتك منزعج من ترتيب الملازم اللي موجود بجامعتك، فأني رتبت لك اللي حضرتك راح تشوفه مشروح باليوتيوب، رتبت لك إياه هنا، واللي موجود بجامعتك بملازم جامعتك هنا، واللي موجود بمصدرك هنا. واضح؟ فبتاع كله يعني أعطيتك الفانكشن أوف ذا كيدني زايد مناقص حتى تغطي كل الوظائف اللي موجودة ممكن تلقيها بجامعتك. واضح؟ فنبلش بداية الفانكشن اوف ذا كيدني. انا انطيتك الميجور فانكشن، واضح، وانطيتك ماني اكزامبل اباوت ذا ميجور فانكشن، يعني انطيتك الوظيفة الرئيسية مثلا الفورميشن اوف ذا يورين، وهذه كل احنا نعرفها انه الكيدني راح تكون اليورين. واضح؟ فانطيتك هواية امثلة عنها حتى، وراح اشرح لك كل مثال وش يعني، واضح، حتى يبقى ببالك. اذا لحظة الامتحان انت راح تتذكر الامثلة، تتذكر اللي انت فاهمه من الشرح مالتي، وبالتالي راح تتذكر الميجر فانكشن. نبلش بداية فورميشن اوف يورين. اكيد قلنا انه النفرون هو البيزك فانكشنال يونت ريسبونسبل فور فورميشن اوف يورين. واضح؟ بعد ريجوليشن اوف بادي فلويد فوليوم، يعني تنظيم حجم سوائل الدم، تنظيم حجم سوائل الدم. شلون ده تصير؟ في حال تعرضت أنا مثلا إلى هايبرتنشن، هايبرتنشن ارتفاع ضغط الدم، يعني هاي بلاد بريشر. واضح؟ من يرتفع عندي ضغط الدم، صار عندي هايبرتنشن، أنا الكيدني راح تتدخل. شو تسوي؟
راح اسوي له عمليه اكسكريشن، عمليه اكسكريشن اوف ذا يورين، يعني راح تطرد يورين هوايه، تطلع بول هوايه، حتى تقلل البادي فلويد فوليوم، تقلل حجم سوائل الجسم. فبالتالي من يقل حجم سوائل الجسم اوكي هنا راح يقل الضغط، اوكي يصير عندي لو بلاد بريشر، يعني يقل الضغط وبالتالي نوصل للبالانس. واضح؟ فبالتالي انا اذا صار عندي هايبر تنشن، ارتفاع بضغط الدم، هنا الكدني راح تتدخل، شو تسوي لي؟ تسوي لي اكسكريشن اوف ذا يورين، اطلع بول هوايه، وبالتالي من اطلع بول هوايه راح يصير عندي ديكريز بالبادي فلويد فوليوم، نقصان بحجم سوائل الجسم، ومن يصير عندي نقصان بحجم سوائل الجسم هنا راح يقل الهايبرتنشن، الهايبرتنشن، وبالتالي نوصل للاتريال بلاد بريشر، نوصل للنورمال، اوكي نورمال ستيت. بعد اذا صار عندي هايبوتنشن، هايبوتنشن يعني لو بلاد بريشر، في حال صار عندي هايبوتنشن هنا الكدني ايضا راح ترجع تتدخل، شو تسوي؟ تحاول تسوي لي ابزوربشن، عمليه امتصاص، تمتص شنو؟ تمتص الووتر، الماء ال H2O، وتمتص الصوديوم، الاملاح، اوكي؟ وبالتالي راح تسوي لي عمليه ريتنشن، يسموها الرينال ريتنشن، يعني الاحتفاظ بالسوائل، تحتفظ بالسوائل وبالتالي تقلل اليورين. من يصير عندي سوائل هوايه، من يصير عندي انكريز بالبادي فلويد فوليوم، زياده بحجم سوائل الجسم، هنا راح شو يصير عندي؟ يزداد البلاد بريشر، يزداد البلاد بريشر. فبالتالي انا عندي هايبوتنشن، اوكي؟ من احتفظت الكليه بالسوائل، سوائل الجسم، فهنا راح يصير عندي increase بالبلاد بريشر، وهنا أنا أوصل إلى حالة البالانس، حالة البالانس. واضح؟ بعد الوظيفة الثانية إنه maintaining constant composition of body fluid اللي هي الهوميوستاسيس. إذن الميجر فانكشن اوف ذا كيدني هي انه تسوي لي هوميوستاسيس. هوميو معناته مسكن، اوكي؟ ستاسيس معناته توازن. فبالتالي الهوميوستاسيس هذا موجود بالاكسترا سيلولار فلويد، اكسترا سيلولار فلويد، عندي الكترولايت، عندي بروتينز، عندي فلويد سوائل، زين عندي بلازما موجوده بالاكسترا سيلولار فلويد. فبالتالي تحاول انه تحافظ على مكونات البادي فلويد اللي موجوده بالاكسترا سيلولار فلويد. زين شلون تصير هاي الهوميوستاسيس؟ ايضا من خلال عمليه الاكسكريشن والابزوربشن، الاحتفاظ بكمية السوائل اللي موجودة بالجسم أو طرد سوائل الجسم، وبالتالي أوصل لحالة الهوميوستاسيس. أوكي؟ زين. بعد اللي هي أقصد بها الهوميوستاسيس أيضا تنظيم regulation of H2O, regulation of electrolytes، يعني تنظيم الإلكترولايتس، الأيونات اللي موجودة عندي بالإكسترا سيلولار اللي هن الصوديوم. الوظيفة الثالثة regulation of acid base balance. هاي شلون؟ احنا اجسامنا احبابي تقوم بانتاج الاسيد فقط، انتاج الاحماض بس، اما البيس اللي هنا القلويات ذني نحصل عليها من الاكسترنال سورس، يعني مصادر خارجيه نحصل على البيس، من خلالها نحصل على البيس. اما الاسيد فهو يصنع بداخل جسمنا، احنا قادرين انه نصنع احماض، جسمنا يصنع احماض. واضح؟ فحتى نسوي عملية regulation للأسيد والبيز اللي جاينا من الاكسترنال سورس، أوكي؟ حتى نسوي بالانس بين الأسيد والبيز، بالتالي هنا راح تتدخل الكدني من خلال عملية excretion of acid، excretion of acid. بعد الكدني تسوي لي buffer formation، يعني تكوين البفر. البفر هو عملية الحفاظ على الأسيد والبيس على كمية ثابتة، وبالتالي أوصل المن أوصل لي البالانس. بعد الكدني أيضا راح تحرر لي الأمونيا. الأمونيا لها العديد من الوظائف اللي هسه راح نتعرف عليها. بعد إيش عندي الفانكشن of the kidney get rid of waste material، يعني التخلص dispose of the waste material، التخلص من ال unwanted material، المواد اللي جسمنا ما يريدها، المواد الغير مرغوبة. منو هي؟ اليوريك أسيد، اليوريا، اليورين، الكرياتينين، البيليروبين، إضافة للهرمون، وهذني طبعا راح يصير اكسكرود ثرو ذا يوريتر، بعد النوب لليوريثرا تخرج از يورين. واضح؟ هذه اليوريك أسيد طبعا هو جايني من كيميكال سبستانس، مادة كيميائية يسموها البيورين. هذه البيورين الكيميكال سبستانس يصير لها عمليه بريك داون، تتكسر. من تتكسر البيورين تنطيني كيميكال سبستانس اصغر.
هذه الكيميكال سبستانس اللي هي اليوريك اسيد، واضح؟ هاي اليوريك اسيد اذا زادت كميتها بالدم ممكن انه maybe cause the gout، ممكن انه تؤدي الى الجاوت اللي هو داء النقرس. داء النقرس ان شاء الله بالمرحله الخامسه راح ناخذ بالتفصيل، واضح؟ يعني فتحتش طويل عريض. ببساطه اليوريك اسيد او الجاوت اللي يتكون بسبب اليوريك اسيد، هذه اليوريك اسيد طبعا راح تتحول الى املاح، وهذه الاملاح تتبلور، واضح؟ وبعدها تتحول الى كريستالز، الى كريستالز يعني قطع متبلوره من الاملاح. وين تروح هذه القطع المتبلوره الكريستالز؟ هذه راح تروح للجوينتات، للمفاصل. مثلا راح تروح لمفصل الثمب، تروح هنا يصير عندي اكيوميليت of the uric acid, okay, in the joint. وهذه اليوريك اسيد طبعا بعد ما صار لها accumulation بالجوينتات بالمفاصل راح تسبب لي inflammation، يعني التهابات، زين، تسوي لي swallowing، تنتفخ مكان الجوينت وتسوي لي الم، pain شديد، راح تسوي لي ايضا حكه، راح تسوي لي redness، احمرار، swallowing، تجمع للسوائل، لانه هي عباره عن املاح، فالاملاح تجذب السوائل فينتفخ عندي ويصير احمر ويصير بي حكه ويكون مؤلم اكثر. فهيك هذا هو اليوريك اسيد اذا زادت نسبته بالدم، واضح؟ فنتخلص من عنده من خلال اليورين، زين، ثرو ذا كيدني. اما اليوريا فهي جايه من عمليات الميتابوليك اللي تصير بالجسم، زين، البروتينات من بعد ما تتكسر راح تتحول الى يوريا، وهذه اليوريا راح يصير لها اكسكرود ثرو ذا كيدني. هذا الكرياتينين هو ناتج من الميتابوليك اللي دا يصير بالعضلات، يعني الايضا اللي دا يصير بالعضلات مثلا خلال الاكسرسايز، اوكي، خلال الهيفي اكسرسايز ممكن انه يؤدي لي الى زياده بافراز الكرياتينين، واضح؟ هذا الكرياتينين اذا زادت نسبته بالدم راح تنطرد ثرو دي كيدني، ممكن يسبب لي مشاكل. الهرمون بعد ما يروح ثرو ذا بلاد ستريم، يروح عن طريق مجرى الدم للتارجت اورجان، زين، ويؤدي الوظيفه مالته، يا اما يسوي له اكسايتاتري، يا اما يسوي له انهبيتري، زين. فهذا الهرمون بعد ما يؤدي وظيفته راح تبقى كميه من عنده بالدم، واضح؟ بالدم. فراح يصير له عمليه اكسكرود ثرو ذا كيدني، واضح؟ ينطرد الى خارج البلاد ستريم يروح، وبالتالي ينطرد ثرو ذا كيدني. بعد هذا اللي كلهم طبعا يطلعون عن طريق اليوريتر، بعدها لليورثر. بعد الوظيفه الاخرى اللي تؤديها الكيدني واللي انا اعتبرها من اهم الوظائف اللي هي فورميشن اند ريليز of chemical substance and hormones، وهنا الكيدني تعتبر endocrine gland، وحدة هسه نفسرها. خلي بالك وياي وانتبه بحياتك الكلينيكالية راح تفيدك، هنا هسه بالام سي كيوات وبالشفا وكلش راح تنفعك هاي المعلومة، انه الكيدني راح تكون ثلاث هرمونات جدا مهمات اللي هن الرنين، الإريثروبويتين، والأكتف فورم of vitamin D اللي هو 1-25 دايهايدروكسي كوليكالسيفيرول، جدا مهمات، واضح؟ اذا اول شيء تكون بالثلاث هرمونات اللي حكيناهن، وتحرر الكيميكال سبستانس، المواد الكيميائيه، مثل شنو؟ مثل الدراجز. الدراجز اللي هي الادويه الاكسوجينوس اللي تنطي بالفاسكوليتشر احبابي، زين، اللي تنطي بالدم، هذه الدراجز هذه من بعد ما تؤدي الوظيفه مالتها قلت لكم انه راح تبقى وين؟ راح تبقى بالدم، تبقى بالدم. فهذه حتى نتخلص من عندها، لانه ممكن انه تسبب لنا سايد افكت، اعراض جانبيه اخرى، فنتخلص من عندها من خلال طرحها عن طريق الكيدني از يورين، اوكي، از يورين. اضافه للدراج، الفود اديتيفز يعتبرون كيميكال سبستانس. الفود اديتيفز اللي هن المواد المضافه الغير مرغوبه بها، اللي شكلا عبء على الجسم مالتنا، واضح؟ مثل شنو الفود اديتيفز؟ المواد المضافه بالاكل مثل الشيبس، اوكي، الحلويات، اوكي، هذه الاشياء، الالوان الاصطناعيه، زين، والنكهات الاصطناعيه اللي تنضاف للشيبس، والالوان الاصطناعيه اللي تنضاف للعصائر وغيرها، هذه تشكل عبء على الكيدني. فهنا الكيدني ضروري ضروري انه تتخلص من عدوى، تسوي لها ريليز، تحررها through the urine من خلال البول، واضح؟ خلصنا من الكيميكال سبستانس، نجي للهرمونز، الرنين، الإريثروبويتين، الفيتامين. شنو اللي اريدك تحفظه من هاي الهرمونات الثلاثه؟ اولا لازم نحفظ الاستيميولس، ايش وقت يتحفز ذني الهرمونات حتى ينطلقن بالدم، اوكي، وحتى يشتغلن يؤدن وظيفتن، هاي وحده.
اوكي. اثنين، التأثير مالتهم شنو؟ شنو التأثير اللي راح يسوونه؟ سواء كان الرنين، سواء كان الإيرثروبويتين، الفيتامين دي، شنو التأثير مالتهم؟ واضح؟ وشنو الأورجان اللي راح يشتغلن عليها؟ فبداية عندنا الرنين، راح ناخذ الرنين. هذا الرنين ينفرز من الكدني، ينفرز من الكدني. ايش وقت ينفرز؟ انتبه، الاستيمولس مالته قلت لك لازم نحطه. ايش وقت ينفرز من الكدني؟ ينفرز في حالات الهاي بوتنشل، الهاي بوتنشل اللي هو اللو بلاد بريشر، انخفاض ضغط الدم. وخلينا نحكي شويه عن اللو بلاد بريشر والهاي بلاد بريشر. الهاي بوتنشن احبابي اللي هو اللو بلاد بريشر، هذا معناته انه كميه قليله من الدم توصل للانسجه، كميه قليله من الدم توصل للانسجه، هذا هو اللو بلاد بريشر. واضح؟ واللي يسبب لنا فازو دايليشن بالاوعيه الدمويه، او هو بسبب الفازو دايليشن بالاوعيه الدمويه. يعني شنو؟ يعني توسع الاوعيه الدمويه. من تتوسع الاوعيه الدمويه يعني معناتها كميه قليله من الدم، يعني معناتها انه الدم راح ينتقل براحته او على كيفه او ببطء، ببطء هذا الدم راح يوصل للانسجه، فبالتالي راح يسبب لي انخفاض بضغط الدم، ينخفض ضغط الدم، وبالتالي فازو دايليشن للاوعيه الدمويه، وبالتالي كميه قليله من الدم راح يوصل للانسجه. الهايبرتنشن بالعكس تماما، يعني معناته انه كميه هوايه من الدم ده توصل للانسجه، هذا هايبرتنشن، ومعناته ده يسوي لنا فازو كونستركشن للاوعيه الدمويه. احنا عندنا قانون الكيمياء يقول انه اذا ازداد الحجم، اذا ازداد الحجم يقل الضغط، وهذا قانون بول اعتقد اسمه. فاذا ازداد الحجم فازو دايليشن يقل الضغط، يصير لو بلاد بريشر. اذا صار فازو كونستركشن للاوعيه الدمويه للفازلز، فهذا معناته يسبب لي كميه كبيره من الدم تنفرز، يعني يزداد الضغط. من يصير فازو كونستركشن يزداد الضغط، من يزداد الضغط كميه هوايه من الدم توصل للانسجه. فبالتالي الرنين هذا احبابي الاستيمولس مالته هو الهاي بوتنشن، الهاي بوتنشن يعني لو بلاد بريشر، كميه قليله من الدم توصل للانسجه. زين، فحتى نرفع البلاد بريشر، حتى نسوي انكريز بالبلاد بريشر، راح ينفرز زين اثر هذا الاستيمولس اللي هو الهاي بوتنشن، راح ينفرز من الكيدني هرمون الرنين، هرمون الرنين للبلاد ستريم، مجرى الدم. At the same time بحاله الهاي بوتنشن الليفر راح يفرز هرمون الانجيوتنسينوجين، الانجيوتنسينوجين اوكي. فراح يلتقي الرنين ويا الانجيوتنسين at the blood stream، وبعدها راح يتحول الى الانجيوتنسين 1، الانجيوتنسين 1، الانجيوتنسين 1 هذا راح يروح لللانك، هذا راح يروح لللانك للرئات. من الرئات تحديدا سبيسيفيك من الاندوثيليوم اوف ذا لانك، اوكي، من البطانه، من الاندوثيليوم راح ينفرز هرمون او احيانا يسمونه انزيم، يسموه الاي سي اي اختصارا للانجيوتنسين كونفرتينج انزيم، اي سي اي اختصار انجيوتنسين كونفرتينج انزيم، انجيوتنسين كونفرتينج انزيم. هذا الانجيوتنسين كونفرتينج انزيم راح يحول لي الانجيوتنسين 1 الى انجيوتنسين 2، انجيوتنسين 2، وهذا الانجيوتنسين 2 راح يروح للتارجت اورجن، راح يروح للاعضاء المستهدفه. واضح احبابي؟ بالاعضاء هذه التارجت اورجن اكو ريسبترات، اوكي، يسموها الانجيوتنسين 2 ريسبترز، هذه خاصه بالانجيوتنسين. الانجيوتنسين 2 هذا هو الاكتيف فورم واللي ممكن انه ياثر، اوكي، ويروح لي وين؟ يروح للتارجت اورجن. وين يروح مثلا احبابي؟ هذا راح يروح للادرينال كورتكس، للادرينال كورتكس، انتبه علي، اللي هي القشره، القشره الكظريه اللي صايره ابوف ذا رينال، زين، يروح للادرينال كورتكس يعطيها ستيمولس يحفزها حتى تفرز لي هرمون يسمونه الالدوستيرون، الدوستيرون هرمون. واضح؟ فهنا الادرينال كورتكس راح تفرز لي هرمون الالدوستيرون. الالدوستيرون هذا بعد ما انفرز من الادرينال كورتكس راح يروح ياثر لي وين؟ راح يروح ياثر لي على الكدني نفسها، راح ياثر لي على الكدني نفسها. انتبه علي وركز كلش زين. البدايه عندك الرنين انفرز بسبب الستيمولس اللي جاه اللي هو الهاي بوتنشن، انفرز الرنين. At the same time الكبد الليفر راح يفرز الانجيوتنسينوجين، الانجيوتنسينوجين من يتحد ويا الرنين راح ينطيني انجيوتنسين 1، الانجيوتنسين 1
راح يروح للرئات، يروح لللانج، زين، ينفرز من الاندوثيليوم اوف ذا لانج اللي هو الاي سي اي انجيوتنسين كونفرتينج انزيم، يحول لي الانجيوتنسين 1 الى انجيوتنسين 2. الانجيوتنسين 2 اللي هو الاكتف فورم واللي ممكن ان ياثر على التارجت اورجان، واضح؟ وين يروح الانجيوتنسين 2؟ هذا راح يروح الماني اورجانز من ضمنهم الادرينال كورتكس. الادرينال كورتكس يروح للادرينال كورتكس يقول لها افرزي لي الالدوستيرون. الدوستيرون ينفرز الالدوستيرون، راح يروح وين ياثر هذا الالدوستيرون؟ ياثر على الكيدني، ياثر على الكيدني. عاد هذا الالدوستيرون وين راح يروح احبابي؟ راح يروح للرينال، مثل ما قلنا راح ياثر على الرينال. شو يسوي للرينال؟ يخلي الرينال تسحب المي والملح، تسحب المي والملح منين؟ من اليورين، تسحب المي والملح من اليورين، من البول، واضح؟ وبالتالي انا ايش عندي؟ عندي هاي بوتنشن. زين، لما الالدوستيرون اثر على الكدني وخلاها تسحب المي والملح، يعني ايش سوى؟ يعني زود السوائل اللي موجوده بالجسم، زاد كميه البادي فلويد فوليوم، واضح؟ زود البادي فلويد فوليوم. قلت لكم اذا زادت البادي فلويد فوليوم معناته انا عندي هايبوتنشن. زين، هذا الهايبوتنشن لما يزداد حجم السوائل بالجسم ايش راح يصير بيه؟ it will increase gradually. اذا بعد ما عندي هايبوتنشن، اوكي، اذا الهايبوتنشن راح يحفز للرنين حتى يفرز لي، بعد هذه العمليات كلها يفرز لي حتى يكون لي الالدوستيرون. الالدوستيرون راح يحفز لي الرينال، هذه الرينال حتى تسوي لي رينال صوديوم اند فلويد، اوكي، اللي ما اللي هو ريتنشن، ريتنشن يسموه رينال ريتنشن. زين، اللي هو الاحتفاظ تحتفظ بالسوائل والاملاح من خلال اليورين، من اليورين، وبالتالي ترجعها وين؟ ترجعها للجسم، ترجعها للجسم وترفع ضغط الدم، تزود السوائل بالجسم، فبالتالي ترفع ضغط الدم، وبالتالي يوصل كميه enough of the blood receive or reach to the blood. هنا الـ ADH ايضا يروح لي الـ anterior pituitary gland، اوكي، الغده النخاميه، وبالتالي خليها شو تسوي؟ تفرز هرمون الـ ADH اللي هو الـ anti-diuretic hormone. anti-diuretic hormone اللي هو مضاد التبول، مضاد التبول anti-diuretic hormone، حتى شو يسوي؟ حتى يسوي لي retention، trap it لليورين، يحبس البول، اوكي، وبالتالي ايضا يرجع السوائل ويروح للبلاد فيزلز. شو يسوي للبلاد فيزلز؟ يخليها فازو كونستركشن، يسوي لها فازو كونستركشن. لاحظ، يسوي فازو كونستركشن للاوعيه الدمويه. قلت لكم انه اذا زاد، اذا صار عندي فازو كونستركشن يعني شنو؟ يعني راح يزيد عندي الضغط، حتى يزداد عندي الضغط، واضح؟ زين، فيسوي لي فازو كونستركشن، يضيق على الاوعيه، يسوي تقلص للاوعيه الدمويه، وبالتالي من يقل الحجم شنو؟ يزداد الضغط، ومن يزداد الضغط يوصل كميه، توصل كميه كافيه من الدم للانسجه، واضح؟ اضافه لانه الكدني ايضا راح تاثر الكدني ايضا راح تسحب المي، هم راح ترفع الضغط، فازو كونستركشن للاوعيه الدمويه هم راح يرفع الضغط. بعد وين يروح الانجيوتنسين 2؟ راح يروح للهايبوثالامس اللي هي الغده تحت الوطاء او تحت المهاد، تحديدا سبيسيفيك راح يروح للديب اريا، اوكي، ويذن ذا برين اللي هي الثيرست سنتر، الثيرست سنترز اللي هو يسمونه مركز العطش، واضح؟ وبالتالي راح يحفز انه يشعر الانسان بالعطش، اوكي، هذا الثيرست سنتر، ممكن انه يشعر الانسان بالعطش وبالتالي يحاول انه يدخل كميه كبيره من السوائل حتى يرفع الضغط، واضح؟ يسبب لنا هايبرتنشن، هايبرتنشن. فشوف هذه العمليات كلها او هذه الغدد كلها اللي يأثر عليها التارجت سيلز، اوكي، هذا هو الانجيوتنسين. الانجيوتنسين يتحفز بواسطه هرمون الرنين، الرنين اللي ينفرز من الكدني تحت ظرف الهايبوتنشن. بعد نجي للاريثروبويتين. الاريثروبويتين اول شيء، اذا هسه احنا ايش عرفنا؟ عرفنا انه الستيمولاس مالت الهايبوتنشن هذا الرنين، زين، التارجت اورجن اللي يشتغل عليها هذني حفظتهن، زين، الوظائف اللي يؤديها كل وحده شو يسوي لهن، زين، وعرفت اسمائهن انه هو وين يروح بالضبط، اللوكيشن مالتهن والفانكشن مالته عليهن، واضافه الى انه الستيمولس مالته ايش وقت يتحفز. هذا اللي انا اريد اعرفه عن كل هرمون ينفرز من الكدني. بعد شو ينفرز؟ الاريثروبويتين. كلمه اريثرو يعني جايه من الاريثروسايت، كريات الدم الحمراء، ار بي سي. بويتين عمليه تخليق او تكوين، سينثيسيس يعني.
فهي فهنا الإريثروبويتين هو عملية تكوين كريات الدم الحمراء، واضح؟ هذا الهرمون الإريثروبويتين أولاً الستيمولس مالته under the hypoxia. Hypoxia اللي هو كمية قليلة من الأكسجين موجودة بالجسم، أوكي؟ يعني ماكو أكسجين هواية، فبالتالي من ماكو أكسجين هواية هاي الحالة نسميها hypoxia. الهايبوكسيا راح تحفز الكيدني، راح تحفز الكيدني. This is the kidney. وطبعا هذا الإريثروبويتين ينفرز بنسبة 85% بالكيدني، واضح؟ 85% ينفرز من الكيدني و 15% ينفرز من الليفر، واضح؟ لما يصير عندي low blood oxygen. low blood oxygen يعني hypoxia. زين، تتحفز الليفر وتتحفز الكيدني. 85% من الكيدني من هذا الإريثروبويتين راح يطلع من الكيدني، 15% من الليفر، طلع لي هذا الإريثروبويتين، طلع الإريثروبويتين. وين يروح الإريثروبويتين؟ راح يروح للبلاد ستريم، راح يروح المجرى الدم، أوكي؟ باعتباره هو إندوكراين. الكيدني تعتبر، قلنا هنا كيدني considered يعني تعتبر as endocrine gland، يعني إفرازات مالدها راح تروح through the blood stream directly، واضح؟ فراح للبلاد ستريم. بعد البلاد ستريم وين راح يروح؟ يمشي بمجرى الدم إلى أن يوصل للريد بون مارو. ريد بون مارو يوصل النخاع العظم، وبالتالي يحفز نخاع العظم انه يزيد من افراز كريات الدم الحمراء الاريثروسايت، بالتالي يصير عندي increase number of red blood cells، وبالتالي من يزداد عندي كريات الدم الحمراء، كريات الدم الحمراء اكيد هي تحوي على الهيموغلوبين، والهيموغلوبين هو اللي مسؤول responsible for carrying the oxygen to the tissue، واضح؟ فراح يحفز انه ينفرز هواية، يحفز البون مارو انه تفرز اريثروسايت هواية. الاريثروسايت هذا احبابي راح يحمل الاكسجين، وبالتالي الاكسجين increase oxygen carrying capacity، تزداد قدرة الاكسجين انه يوصل للانسجة، وهكذا احبابي. اذا زاد عندي، اذا زادت عندي نسبة الاريثروسايت زين، وبالتالي إذا صار عندي هواية أكسجين بالجسم، زادت عندي الإريثروسايت، هنا راح تدز نيجاتيف فيدباك. It will send negative feedback. المد نيجاتيف فيدباك للكيدني، نيجاتيف فيدباك للليفر، بتقولها كافي بعد، بعد لا تفرزي لي إريثروبويتين، ما أريد، ما أحتاج، صار عندي هواية إريثروسايت، صار عندي هواية أكسجين، فبعد ما أريد، واضح؟ هذا بالنسبة للإريثروبويتين. أما الفيتامين دي، الأكتيف فيتامين دي اللي هو منو، اللي هو الداي هيدروكسي 1-25 داي هيدروكسي كوليكالسيفيرول، انتبه عليه. أكو صور ألطف من هاي كلش زين، بس ما حصلتها صراحة. إنه أولا عندك هذه هي الإندوثيليوم، يعني أي مكان بالجسم، أي مكان بالجسم لما يتعرض للألترا فايلوت اللي هي أشعة الشمس العادية، هاي لما يتعرض لأشعة الشمس الجلد، شبيه جلد جلدنا بي اللي هو 7D هيدروكوليسترول، 7D هيدروكوليسترول. هذا 7D هيدروكوليسترول يعني أكو كوليسترول بالجسم مالتنا، واضح؟ فهذا الكوليسترول اللي موجود بالسكين بالجلد مالتنا أحبابي، من يتعرض للسن لأشعة الشمس راح يتحول دايركتلي إلى الفيتامين D3. شو وقت يتحول إلى الفيتامين دي 3؟ لما الجلد يتعرض إلى شنو؟ إلى الألترا فايلوت اللي هي السن، أشعة الشمس. من يتعرض لأشعة الشمس يتحول الـ 7 دي هيدرو كوليسترول اللي موجود بالسكين إلى الفيتامين دي 3، الفيتامين دي 3 واللي هو الانأكتف أوف فيتامين دي، واضح؟ هذا الانactive form يسمونه فيتامين دي. الفيتامين اي شو نسميه؟ الفيتامين دي 3 نسميه كوليكالسيفيرول. كوليكالسيفيرول، واضح؟ كوليكالسيفيرول هو الفيتامين دي 3. الفيتامين دي 3 هذا طبعا الفيتامين دي 3 نقدر نحصل عليه من خلال الاكل، اوكي؟ اللي هو فود انتيك، من خلال الدايت نقدر نحصل على الفيتامين دي 3، ومن خلال التعرض الى اشعه الشمس ايضا نحصل على الفيتامين دي 3. هذا الكوليكالسيفيرول خلايا الليفر تحديدا الهيباتوسايت احبابي، هيباتوسايت الخلايا اللي موجوده بالليفر، وميبي البيريسايت خلايا البيريسايت اللي موجوده بالبرين، بس هو بشكل عام الليفر تحديدا الهيباتوسايت خلايا راح تدز لي 25 هيدروكسيليز،
25 هيدروكسيليز. هذا ال 25 هيدروكسيليز اللي يطلع من الليفر سبيسيفيك من الهيباتوسايتس، اوكي، راح يروح شو يسوي؟ راح يروح وين؟ راح يروح يتحد ويا الكوليكالسيفيرول، يتحد ويا الكوليكالسيفيرول، وبالتالي شو يكون اللي يكون اللي 25 هيدروكسي فيتامين دي 3 او يسموه ال 25 هيدروكسي كوليكالسيفيرول، 25 هيدروكسي كوليكالسيفيرول. زين شلون صار هيجي؟ صار بسبب انه الليفر دزلي 25 هيدروكسيليز. زين راح يروح للكوليكالسيفيرول وبالتالي يكون لي 25 هيدروكسي كوليكالسيفيرول. بعد هنا ايش عندك ايضا؟ الكيدني هم راح تدز نفس الوضع، هم راح تدز 1 الفا هيدروكسيليز. الكيدني راح تدز 1 الفا هيدروكسيليز، هذا وين راح يروح؟ راح يروح ويا ال 25 هيدروكسي كوليكالسيفيرول. بالتالي هنا صار عندي واحد 1 الفا، هنا راح يتكون عندي الاكتف فورم اوف فيتامين دي 3 اللي هو شنو؟ اللي هو الاكتف فورم اللي هو واحد 1 الفا، هذه 1 الفا اللي اجت من الكيدني، تحديدا وين بيا خلايا بالكيدني؟ تحديدا بالبروكسيمال تيوبيول سيلز، بالبروكسيمال تيوبيول سيلز. اوكي الكيدني راح تدز لي 1 الفا هيدروكسيليز، راح يروح ويا ال 25 هيدروكسي كوليكالسيفيرول، وبالتالي يتكون عندي شنو؟ يتكون عندي واحد 1 الفا 25 داي، باعتبار هنا هذه هيدروكسي من الكيدني وهنا هيدروكسي من الليفر، فصار عندي داي، فصار عندي 1.25 داي هيدروكسي كوليكالسيفيرول، 1.25 داي هيدروكسي كوليكالسيفيرول، واللي هو يعتبر الاكتف فورم اوف فيتامين دي، واحيانا يسمونه الكالسيتريول. كالسيتريول هسه نريد نعرف انه الكيدني شو وقت تتحفز، شو وقت يجيها ستيمولاس حتى تفرز ال 1 الفا هيدروكسيليز، او شو وقت يتكون الكالسيتريول. اوكي يروح 1.25 داي هيدروكسي كوليكالسيفيرول، هذا شو وقت يتحفز؟ شنو التحفيز مالته؟ يعني مثل ما كان عندنا هنا بالرنين، الرنين يتحفز بالهايبوتنشن، واضح؟ هنا عندك الاريثروبويتين يتحفز شو وقت؟ بالهايبوكسيا. زين الكوليكالسيفيرول هنا 1.25 داي هيدروكسي كوليكالسيفيرول شو وقت يتحفز؟ يتحفز احبابي لما يقل عندي الكالسيوم بالدم، لما يقل عندي الكالسيوم بالدم، فهنا راح يتحفز عندي تتحفز عندي الكيدني حتى تفرز لي ال 1 الفا هيدروكسيليز، وتتحفز الليفر ايضا حتى يفرز لي 25 هيدروكسيليز، وبالتالي راح يكون لي الكالسيتريول. وبالتالي هذا الكالسيتريول احبابي راح يروح وين؟ يروح للعظام، يسحب من عندها كالسيوم، يسحب 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 كالسيوم، ويجيبه وين؟ يشمره، يشمره بالجسم، يزود نسبه الكالسيوم بالجسم. اوكي هذا الستيمولاس مالته، التاثير مالته قلنا راح ياثر على يمن على العظام، على العظام ويسحب من عندها الكالسيوم. واضح هسه عرفنا الفانكشن مالته، يسحب الكالسيوم من العظام. الافكت مالته وين؟ على يا تارجت؟ راح يشتغل على العظام. اوكي شو وقت يتحفز؟ يتحفز لما يصير عندي ديكريز بالكالسيوم، زين بالدم. هسه نجي للكلينيكال كيس. الكلينيكال كيس احبابي اللي هنا الحالات السريريه، الاشخاص اللي يعانون من الرينال فيلر، اوكي، او الرينال ديزيز، مشاكل وامراض الكليه، تشوف عندهم اولا هايبوكسي، يعني لو بلاد اوكسجين، لو بلاد اوكسجين، هايبوكسي عندهم. ليش؟ لانه الكيدني ما تشتغل بها رينال، فبها فشل كلوي، فبالتالي الفشل الكلوي ما راح يخلي الكليه انه تفرز الاريثروبويتين. اوكي ما راح يمكن الكليه انه تفرز الاريثروبويتين، وبالتالي ماكو ريد بلاد سيل. من ماكو ريد بلاد سيل هنا راح يصير عندي هايبوكسيا. زين الاشخاص اللي عندهم رينال فيلر تشوفهم انه دائما الضغط مالتهم يكون واطئ، دائما الضغط مالتهم يكون واطئ، يعني كميه من الدم قليله توصل للانسجه. زين الاشخاص اللي تشوفهم عندهم رينال فيلر، رينال ديزيز، تشوفهم انه نسبه الكالسيوم عندهم قليله، وبالتالي هذا ممكن يؤدي لي الى الاوستيوبوروسيس اللي هو هشاشه العظام. تشوف عندهم عظامهم بسرعه تتكسر، عندهم هشاشه بالعظام. هنا احنا عندنا فشل بالكلى، عندنا رينال فيلر، فهذا الرينال فيلر احبابي ما يمكن الكليه، الكليه ما تقدر، تعبانه ما تقدر انه تفرز ال1 الفا هيدروكسيليز، زين، وبالتالي يكون لي الكالسيتريول حتى يسحب لي كالسيوم، فما عندي كالسيوم هوايه،
فبالتالي يصير عندي هشاشة بالعظام، يصير عندي هشاشة بالعظام، ويصير عندي أيضا فتيك إعياء، لأنه الكالسيوم جدا مهم بالهارت. الهارت عمل القلب يعني يعتمد بشكل أساسي على الكالسيوم، واضح؟ زين، بعد عندنا أيضا إضافة لهسه عرفنا الهرمونات، الرنين، الإريثروبويتين، الفيتامين دي أحبابي، خليني نجي هسه وين؟ خليني نجي لل regulation of erythrocyte production من خلال الإريثروبويتين. regulation 1 25 dihydroxycholecalciferol. زين، الرنين هنا يحفز للانجيوتنسين، responsible for رنين انجيوتنسين system، اللي هو نسميه احنا الراس، اوكي، يسميه راس رنين انجيوتنسين سيستم. اضافه للبروستاجلاندين، شنو هذا البروستاجلاندين؟ انتبه عليه، البروستاجلاندين هو يعتبر باراكراين هرمون. يعني شنو باراكراين؟ يعني تاثيره على الخلايا المجاوره، يعني ينفرز مثلا من هذه الخليه ويأثر على الخليه اللي بصفها، فهو يعتبر باراكراين هرمون، واضح؟ البروستاجلاندين فهنا يأثر بالإميون سيستم اللي هو الجهاز المناعي، بروموت انفلاميتوري بروسيس اللي هنا عمليات الالتهابية، اوكي، فأيضا يشارك البروستاجلاندين بالإميون سيستم. بعد الريبرودكتيف سيستم، الجهاز التكاثري اللي هو بلاي رول ان اوفيوليشن، خلال عملية الاوفيوليشن اللي هي عملية الإبابة، يحفز البروستاجلاندين الرحم على التقلص، على الكونتراكشن، واضح؟ فالدايجستيف سيستم ايضا يدخل بي انهبيت جاستريك سكريشن، اللي هي الافرازات اللي تطلع ال اتش سي ال وغيرها اللي تطلع من الجاستريك، يسوي لها انهبيشن جاستريك سكريشن، واضح؟ هذه وظائف البروستاجلاندين. بعد خلينا ناخذ اخر موضوع حتى نختم هذه المحاضره، اللي هي structural consideration. فتشرح بسيط عن الكيدني، وهذا كل احنا نعرفه انه الكيدني هي عباره عن paired، يعني عباره عن زوجين located on east side in posterior abdominal wall of the of bean shape، شكلها راح يكون مثل حبة الفاصوليا، that behind peritoneal lining of the abdominal cavity. قلت لكم انها هي عبارة عن retroperitoneum. زين، each kidney is surrounded with thin capsule، هذا راح نسميه ال renal capsule اللي راح يحيط بالكيدني، واللي هو يقاوم الستريتش، okay, and limit the swelling. هنا طبعا the renal artery, renal vein, renal lymphatic، إضافة للureter، هذه enter and leave the kidney through the hilum، والهايلم هي general term، كلمة عامة نعرفها احنا، موجودة مثلا عندنا بالهايلم of the lung, hilum of the kidney، زين، اللي تسمح بدخول enter and leave the blood vessels in addition to that lymphatic and ureter، واضح؟ يدخل ويطلع كل هذه الستراكشرات من خلال الهايلم اللي صايره كونكيف، بالمنطقه اللي كونكيف، زين، يعني ميديالي راح تكون كونكيف سيرفيس اوف ذا كيدني. وهنا نكون خلصنا هذه المحاضره، ان شاء الله يا رب كانت محاضره سهله. وبهنا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم احبابي، ان شاء الله يا رب كانت محاضره سهله عليكم، ودائما نقول if you have any question you can ask me, don't hesitate. اذا كان عندكم اي سؤال اي استفسار فاني موجود ان شاء الله، تقدرون تسالوني في جروب التليجرام، وإن شاء الله أجاوبكم على كل التساؤلات. لنا وتنتهي محاضرتنا، أشوفكم يا ربي بألف خير، في أمان الله.